السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة هنا من سطح المنزل على مدونة المحترف. ليس من أجل نشر الغسيل بطبيعة الحال، ولكن من أجل أن أريكم هذا الابتكار الذي انتهيت من تصميمه قبل يومين. هذا الابتكار الذي يمكنك من استقبال نقاط الويفي البعيدة منك. لا أعرف كم نقطة ويفي سيستقبل بالنسبة إليك، ولكن لك يعني لك قصتي. حاسوبي وكما ستشاهدون في الفيديو في التجربة يعني يستقبل فقط نقطتي ويفي بدون هذا الأنطينة. بعد تركيب هذا الأنطينة 30-40 نقطة ويفي، يعني رقم كبير جدا. فبطبيعة الحال طريقة تركيبه وإعداده هي بسيطة جدا، فقط شاهدوا معي هذا الشرح ونعود إليكم. إذا ما سنحتاجه من أجل القيام بصنع الرأس المستقبل الويفي وهو المهم في هذه النقطة؟ أولا سنحتاج إلى علبة برينجلز، نحتاج إلى لصاق أسود، سنحتاج إلى أنطينة على هذا الشكل، أنطينة على هذا الشكل. إذا كان عندك ألفا ويفي طبعا الحال يجب أن تتوفر على ألفا ويفي. أنا جربت على ألفا ويفي، الله أعلم بالنسبة للمستقبلات الأخرى، أنا جربت على ألفا ويفي فقط. فإذا كان عندك ألفا ويفي يمكنك ان تستعين بالانطينه، انطينه الالفا ويفي. اذا كان ليس او اذا كنت لا تتوفر على الفا ويفي يجب ان تشتري الفا ويفي، وهذا وكذلك يمكنك ان تشتري انطينه مثل هذا اضافي. لماذا؟ لانه في حاله اذا لا اعرف اذا دمرت هذه الانطينه او اذا كسرته او شيء كهذا او اتلفته، فيمكن ان تجد انطينه اضافيه. فهذه هي الأنطينة التي أتحدث عنها، يجب أن تتوفر على مثل هذه الأنطينة. وبعد ذلك سنقوم بالخطوة الأولى، إخراج الأنطينة من وسط الغلاف البلاستيكي، إخراجها على هذا الشكل كما قمت بالنسبة للألفا ويفي. يعني قمت بإخراج الأنطينة من وسط الألفا ويفي وستكون على هذا الشكل، يعني تكون على هذا الشكل تكون على هذا الشكل ويكون عندها مخرج مثل هذا. إذا ما ستقوم به هو أنك ستحسب أو ستقوم بعمل أو طرق مسافة 3 سنتيمتر كما تشاهد، ثم تقوم بعمل نقطة أو ثقب عفوا في علبة البرينجلز. بعد أن تعمل ثقبة صغيرة جدا تقوم بإدخال الأنطينة وسط العلبة وستكون على هذا الشكل من الداخل كما تشاهد معي. رأى هناك خيط أو سلك في الأعلى، هي قطعة نحاسية يعني موجودة هنا. إذن ستدخلها على هذا الشكل. بعد ذلك ستقوم بتثبيت الأنطينة وسط قطعة البرينجلز بواسطة لصاق، هذا اللصاق. بعد أن تثبتها تقوم بتغليف الكل بواسطة لصاق أسود. لماذا؟ لكي لا تسمح بمرور المياه إلى داخل العلبة. إذا بعد الانتهاء يكون المستقبل جاهز للعمل وللتركيب في الصحن. إذا النقطة الثانية التي سنقوم بها وهي تركيب الرأس في الصحن. بالنسبة لطريقة التركيب بطبيعة الحال يجب أن يكون يعني العلبة معدلة بشكل جيد مع الصحن، يعني كمثلها مثل يعني ال ان بي يعني في الساتلايت. يجب ان يكون هذا المحور يعني متقابل بشكل جيد مع وسط الصحن. طبيعة الحال العملية ليست بالسهلة هنا، لأنه يجب أن يكون الإعداد بشكل جيد وبشكل صحيح. كلما كان الإعداد بشكل جيد كلما كان أو استطعت أن تستقبل نقاط ويفي كثيرة. بطبيعة الحال بالنسبة يعني علبة البرينجلز طريقة تركيبها على المسند، فأحسب فقط 4 أو 5 سنتيمات أو 6 سنتيمات ثم ركب أو لصق عليها علبة
البرينجلز. بطبيعة الحال ستحتاج كذلك أو قد تحتاج إلى منف أو إلى كيبل USB طويل. يجب أن يكون هذا الكيبل لا يفوت 5 أمتار، إذا يعني 10 أمتار ستلاحظ يعني ضعف في الإشارة. يجب أن يكون 5 أمتار على أبعد تقدير، وبطبيعة الحال بعد ذلك تقوم ب يعني بعد التركيب تقوم بتدوير الصحن يمينا وشمالا. يجب أن يكون الصحن نوعا ما يعني إلى الأسفل، يعني موجه إلى الأسفل لكي يستطيع أن يستقطب نقاط ويفي كثيرة. إذا شاهدوا له معي، طبعا سنقوم بالتجربة عن طريق برنامج NSS Sider، يمكنكم تحميله بطبيعة الحال من الرابط الموجود أسفل الوصف في الفيديو. كما تشاهدون في الويفي أدابتر، هذا الويفي أدابتر هو الخاص بالحاسوب فقط. أوكي، سنذهب إلى نيتورك، سنجد أن هي نقاط الويفي التي يستطيع استقبالها كما تشاهدون معي. أوكي، إذا الآن سأقوم بتركيب كارت الويفي الأخرى، وهي ربطناها مع الدش ألفا ويفي، لأن تم ربطها كما تشاهدون. ريالتك سأختارها ثم أذهب إلى نيتورك. إذا الآن سأقوم بتمرير السطح يمينا وشمالا. واو، كما تشاهدون هذا ليست عملية مونتاج فيديو، ولكن ما تشاهدونه هو حقيقة. يعني شاهد معي، هناك نقاط ويفي اوبن كما تشاهد، يمكنك الاتصال بها. شاهد معي نقاط ويفي عديدة وكثيرة، اختراع فظيع جدا، اعتقد انها افضل حلقة قمت بها الى حدود الساعة. شاهد انني يعني امرر ستلايت يمينا وشمالا، هو شيء اقرب الى الخيال ولكن حقيقة كما تشاهدون. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، أتمنى من صميم القلب أن تكون قد أعجبتك، لهذا لا تبخل علي بالنقر على زر لايك، لايك بسيط منك هو مهم بشكل كبير بالنسبة إلي. غير ذلك فأضرب لك موعد إن شاء الله في جديد الحلقات كل يوم على مدونة المحترف. نعم، نحن كل يوم ننشر حلقات، ليس مرة في الشهر أو يعني كل يوم هناك فيديو، فيمكنكم فقط الالتحاق بنا على قناتنا في اليوتيوب عن طريق النقر على زر سبسكرايب أسفله مدونة المحترف، وانقر على زر سبسكرايب لأن انضمام إلى أزيد من 600 ألف مشترك بقناتنا على اليوتيوب. غير ذلك فيمكنكم الانضمام والالتحاق على البث المباشر، حيث إذا كان عندك مشكلة في الحاسوب، عندك مشكلة مع حلقة اليوم، لم تفهم نقطة معينة في حلقة اليوم، رجاء طرح سؤالك في البث المباشر على الرابط www.tshapeprofessional.com/live على الساعة 7:30 بتوقيت غرينتش، حيث ستجدوني في بث مباشر أجيب على كافة تساؤلاتك. غير ذلك يمكنكم الالتحاق بي على صفحة المحترف، أضخم صفحة تقنية في العالم العربي بأزيد من 1,000,000 معجب، فقط على facebook.com/tshapeprofessional. غير ذلك فموقع المحترف هو أضخم موقع يقدم شروحات منذ سنة 2010، فقط على الرابط www.tshapeprofessional.com، حيث ستجد مقالات متنوعة يوميا وكذلك أخبار تقنية وحلقات. إلى حلقة غد يوم الثلاثاء، إلى اللقاء.